والجسار يوجه رسالة للملحن حلمي بكر بعد أزمته الصحية. وجه المطرب الكبير وائل جسار رسالة للملحن الكبير طبعا حلمي بكر بعد تعرضه لوعكة صحية أدت لجلوسه في المنزل على فراش المرض عقب عودته من المستشفى. ده غير كمان إن الملحن حلمي بكر بيمر بأزمة نفسية كبيرة جدا بسبب المشاكل الأسرية. وقال وائل جسار خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهاية طايل، قال حلمي بكر موسيقار كبير وهو بيحب صوتي، ألف سلام عليه ومعرفتش أتواصل معاه لأن حصلت لي أزمة ومعرفتش أتابع الحاجات اللي بتحصل، ومن خلالكم أحب أقوله ترجع لنا بالسلامة ويا رب دايما نسمع خير عليك. دي كانت رسالة الفنان وائل جسار للملحن الكبير حلمي بكر. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.